الحسين عبد الله زنتاني والحسن عبد الله زنتاني، احنا طلاب في كليه الهندسه. بدنا نشتغل على مشروع اسمه برينتد فور ديزاين اند مانيفاكتشر، للتصميم والتصنيع. عبارة على مشروع بدنا فيه من خلال دراستنا هندسة كهربية وإلكترونية شعبة التحكم والتحكم الآلي، وأخوي قسم الهندسة الصناعية والميكانيكية شعبة التطبيقية. شيء شبحناه نحن كمشروع هندسي اشتغلناه وبدنا نخدم عليه من ناحية أكاديمية، بالتالي بدنا نحاول إن كيف نحاوله إنه يكون إلى شغل بيزنس يقدم خدمات وحلول هندسية في التصميم والتصنيع. طبعا هو كبداية يعتبر يتمحور عليه تقنية 3D Printer Technology، واللي هي حاليا تعتبر الثورة الصناعية الثالثة في العالم، واللي يشتغلوا بها حاليا أغلب الشركات والجهات اللي تتمحور في تصنيع أي شيء من خلال تصنيع بالإضافة، أو شيء يعني نقدر نقول عليه إنه عكس التصنيع بالإزالة. وهذا شيء بدأ في العالم، هو الدارج من خلال لأنه يكلف في أقل وقت وفي سرعة أكثر وبدقة أكثر، في نفس الوقت ليه مزايا إنه ما فيش مواد فاقدة، يخش في جميع التطبيقات ومجالات الحياة، نبدأها من صناعة المجسمات البلاستيكية إلى تقديم المباني إلى الخدمات الطبية إلى كل ما يقدر الشخص يتخيله. ممكن أن التقنية هذه أو التكنولوجيا هي هذه أنها تخدم وتشتغل عليه الموضوع هذا. فإحنا بدأنا فكرتنا هذه من خلال ما إحنا نقدم خدماتنا في التصميم والتصنيع في عدة مجالات معينة. طبعا بدايتنا كانت من خلال مشروع تخرج أخوي، اللي هو اللي أعطانا أكثر شيء إن المعلومات أو النولج أو التكنيكال، الحاجات التكنيكال اللي هي أعطتنا أو مدتنا بالخبرة الكافية باش إحنا نقدروا نشتغلوا على التكنولوجيا هذه. زي ما قالكم حسين، هي الطابعة أو الشغل اللي نخدمه به تعتمد على التقنية الثلاثية الأبعاد 3D Printer Technology كأول خطوة لنا، بحيث أن إحنا نكون عندنا المعرفة الكاملة. أخذنا مشروع تخرج، هذه كانت أول خطوة. كانت مشروع تخرج عبارة عن أننا ندمج ذراع روبوت أرم روبوت مع راس 3D للطباعة خاص بالطباعة، وندير منظومة انتجريشن سيستم مع بعض. هذه أعطتني نولج كبير. تواجهنا هلبة تحديات في الموضوع داية، لقينا روحنا عندنا خلفية كبيرة على البرمجة، على التحكم، على التصميم ثلاثي الأبعاد، تصميم ميكانيكي، أعطتنا نولج كبيرة. والهدف من الموضوع أن احنا اخترنا المشروع داية بحيث ان احنا نستفيدوا به ان الموضوع نحولوه لي بعدين موضوع بزنس، وهذا الشيء اللي احنا بحكم انه في بلادنا ممكن نلقوش فرص عمل او خدمه، هذا شيء ان احنا نبقوا كريادين اعمال نخلقوا خدمه خاصه بين احنا وبالنولج اللي احنا نتعلموه. هذه كانت اول خطوه. ثاني خطوه جتنا فرصه في ان نشاركوا في مع مركز الرياده والابتكار جامعه طرابلس او الحاضنه جامعه طرابلس في اول مسابقه اللي تقام في 2017 شهر 3. قدمنا المقترح متاعنا للجنة بعد ما شبحوا وتم قبولنا، دارونا أول برزنتيشن عرضنا فيه وتأهلنا أنا وسبعة أو ستة أشخاص تانين للمرحلة اللي بعدها اللي كانت في تونس. المرحلة اللي بعدها كنا عندنا عرض في تونس غديكا، والحمد لله تحصلنا على الترتيب الأول غديكا على مستوى الجامعة كأفضل فكرة مشروع، وكان وقتها قاعد كفكرة مشروع قاعدين ندير فيه. الخطوة الثانية شارك أخوي حسين بالمسابقة هذه، لكن في مسابقة ثانية في شهر مفتوح كانت في العام الماضي 2017 وحيقولنا على أكثر يعني. بالتالي تعرضنا فيه لعدة مراحل في تصفيات ما بين 20 مشروع إلى وصلنا للمرحلة النهائية، واللي هي الحمد لله تأهلنا فيها إن إحنا المرحلة اللي بعدها من خلال 5 مشاريع تأهلت للمرحلة النهائية، وحتى هي الحمد لله تحصلنا فيها على الترتيب الأول كاستخاء الثاني. من ثم انتقلنا ان احنا بدنا نزيد نوسع فكرتنا، بدنا جبنا طبيعتنا الخاصة، واحنا وشغلنا بتوازي مع المشروع اللي نشتغلوا فيه، الماكينة اللي قاعدين نطوروا فيها في المعمل عندنا في الكلية مع تصميم ماكينة طابعة ثلاثية الأبعاد خاصة بنا، احنا قاعد قيد التجهيز وجبنا طابعة بروفيشنال حتى احنا نقدموا بها خدماتنا بشكل بروفيشنال للسوق.
فبدأنا نقبلوا أكثر من زبون نشتغلوا معهم وهموا في شوية خدمات. ثم في خلال العام هو زدنا قدمنا بحيث ان احنا نقدم مشروعنا ويكون واضح للعالم كله. خشنا في معرض ليبيا المشروعات الصغرى واللي خش لقريب او انضم لقريب ما يقارب فوق من 100 مشروع. والحمد لله تم الحمد لله تم قبولنا في المرحلة التمهيدية فيه بحيث ان احنا تأهلنا مع قارب 30 مشروع وعرضنا خلال يومين في بداية شهر 2 او شهر 3 اعتقد في فندق ريتسل بلو عرضنا مشروعنا وكان عندنا فيه بوت خاص بنا بحيث ان احنا وفرنا وقدمنا خدماتنا ووضحنا احنا شنو الثقافة اللي نبغى نجوها او شنو هي اللي نبغى نوصلوها من خلال 3D برينتر تكنولوجي او احنا كبرنتد شنو نبغى نقدمه للمجتمع الليبي من خدمات خاصة بنا. والحمد لله حتى هو من خلال هذا المعرض حصلنا ايضا على الترتيب الاول فيه كافضل مشروع ريادي خلال عام 2019 وحصلنا على جائزة نادر للأفضل مشاريع الريادية خلال 2019. كان في عبارة عن مجموعة من الفريق اللي معانا كانوا يخدموا. أول شيء كانوا تكونوا معانا من الشهر المفتوح مسابقة الثانية كوننا فريقنا بعد ما تمت الفكرة وبدأنا نديروا في دراستنا الجدوى للموضوع. معانا شباب يخدموا في التصميم في التسويق في الاي تي في الإعلام وبدأنا نكونوا في الفريق متاعنا والتيم. وهذا الشيء اللي خلانا احنا ان احنا نزيد مشروعنا يكبر ويكون احسن. وكان لهم الفضل كبير ان هي برنت تطلع بالصورة الكويسة او تعطي خدماتها اللي هي ناطفاتوين حاليا كقطع غيار او مشاكل هي بشكل عام لتواجه فينا. اكثر المشاكل هي حكم ان الثقافة هذه والتكنولوجيا هذه مش متوفرة هنا حاليا في ليبيا. ما فيش اي حاجة ما فيش اي سورس باي مصادر ان احنا نشرب بها لا مواد خام او قطع غيار او اي معدات ان احنا نستخدم فيها. اغلب معداتنا كلها جي عبارة عن من ناخذ فيها من برا وهذه كانت في مشكلة كبيرة ان حتى لما جيب انا بضاعتي اول مرة للمشروع الخاص بي كنت نشريها من شركة بريطانية ما تبيش تبيع شركة بريطانية للليبيين. لهذا اضطريت ان نمشي نكلف روحي ناخذها من امازون الامريكي وجابت هالي وزيادة شحن وزيادة فلوس. كانت هذه واحدة من المشاكل الكبيرة يعني عرقلتنا التشريعات والصادرات والواحد هذه كلها يعني كلها عبارة عن مشاكل كبيرة واجهتنا بحكم ان ما فيش المصادر هنا في ليبيا. في الموضوع هذا قلتنا رحنا كلها نديروا فيه كلها موديفكات اكثر شيء خدمة يعني باش طلع شيء المنتج اللي عندنا. والله حاليا احنا في بعض رجال الاعمال اللي ساندونا يعني يعاونونا لكن حاليا مش متجهين لهم يعني كاتجاه كامل ان احنا من مركزين ان احنا في السنه هذه بدايتنا طريقتنا بروحنا يعني في داعمين لنا كدعم معنوي ودعم لوجستي ودعم فني واستشارات لكن كمستثمرين معنا في المشروع لا حاليا ما بحثناش على الموضوع. الخبره العمليه كلها جت من تجاربنا احنا الخاصه اولا كدراستنا احنا في تخصصاتنا هندسه ميكانيكيه وهندسه كهربائيه باي بعدين التطبيق اللي احنا نشبحوا فيه يعني شويه فيديوهات من هنا والقرايه من هنا مشاريع وطروحات اوراق بحثيه بعدين لما نجو نبدو نجربوا بشويه بشويه يعني قبل ما نجيبوا الماكينه بتاعنا كان عندنا جبنا زازروس تمام وقعدنا نخدموا بيهم وقضين قبل هلبة طابعات عادية خدينا منهم محركات وقعدنا نبنوا في مجسمات حتى نحن نقدر نجرب ونديره وبشوي بشوي كيف نتحكموا بيهم. الموضوع جاء بشوية لوين بدأ عندنا النولج الكافي ان احنا نقدروا نفتحوا سوق ونقدموا خدماتنا للزبائن. كنصيحة للشباب اي حد عنده فكرة مهما كانت حلم كبير مجنونة يقولوا صعبة ومستحيلة يقدم ويدير ما فيش شيء سهل. أول شيء في لكن أنت بتبادر إحنا لينا تو سنتين نشتغلوا على التقنية هذه مش نوصل إحنا للمرحلة اللي قدرنا نوصلها وقعدنا ومن هنا ومن غادي وشاركنا في أكثر من برنامج وفي أكثر من حدث ولا باش نقدر نوصل للمرحلة لكن حتوصل في الأخير مهما كان.